القبض على أحد مخططي اغتيال الرئيس قيس سعيد. ذكرت إذاعة موزايك التونسية اليوم الأحد أن الوحدات الأمنية التونسية تمكنت من القبض على إرهابي كان يخطط في إطار ما يسمى بمبادرة الذئاب المنفردة لاغتيال رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد خلال زيارة كان سيقوم بها لإحدى المدن الساحلية، وهو النبأ الذي يأتي بعد تصريحات للرئيس التونسي تحدث فيها عن مخطط لاغتياله، مؤكدا في تصريحاته أنه لا يخشى تلك المخططات. الشروق تفيد في عددها الصادر اليوم الأحد أن الوحدة الأمنية تمكنت من الإطاحة بإرهابي كان يخطط في إطار ما يسمى بمبادرة الذئاب المنفردة لاستهداف رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة كان سيوديها الرئيس إلى إحدى المدن الساحلية، مضيفة أن الأبحاث انطلقت منذ تم القبض على المتهم في الساعات القليلة الماضية. أوضحت إذاعة موزايك نقلا عن صحيفة الشروق التونسية أن الأبحاث انطلقت منذ تم القبض على المتهم في الساعات القليلة الماضية في أعقاب حديث الرئيس قيس سعيد عن محاولة لاغتياله، وهو المخطط الذي تحدث عنه في أكثر من مناسبة. وقال الرئيس التونسي قيس سعيد نصا مساء أمس الأول: يكذبون ويقولون إن مرجعيتهم الإسلام، وأعلم أنهم يفكرون في الاغتيال والقتل، مضيفا: أين هم من الإسلام ومن مقاصده؟ كيف يتعرضون لأعراض النساء والرجال ويكذبون؟ الكذب لديهم أصبح من أدوات السياسة. إنني وأقول لهم وأعرف ما يدبرون، إني أقول لهم أنا لا أخاف إلا الله رب العالمين. ويأتي الحديث في تونس عن محاولات اغتيال الرئيس قيس سعيد بعد قرارات اتخذها في 25 من يوليو وفقا للمادة 80 من الدستور التونسي، تنص على تجميد مجلس النواب ورفع الحصانة عن نوابه وإعفاء الحكومة وغيرها من القرارات التي اتخذت استجابة لاحتجاجات شعبية مناهضة لمنظومة الحكم التي هيمنت عليها حركة النهضة التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي. لا أخاف إلا الله رب العالمين، لا أخاف إلا الله رب العالمين. وأكد الرئيس التونسي في تصريحاته مساء أمس الأول أنه لا يأبه لتلك المخططات لاغتياله، إذ قال نصا: أقول لهم أعرف ما تدبرون، أنا لا أخاف إلا الله رب العالمين. بالرغم من محاولاتهم اليائسة التي تصل أو يفكرون في الاغتيال، يفكرون في القتل ويفكرون في الدماء. سأنتقل إن مت اليوم أو غدا شهيدا، سأنتقل إلى الضفة الأخرى من الوجود عند أعدل العالم. والحديث عن مخططات الاغتيالات بات أمرا معتادا في تونس خلال السنوات الماضية، خصوصا منذ اغتيال السياسيين التونسيين البارزين.